السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ وياكم كونكم عبد الله العراقي. اليوم جايبكم لعبة باتل جراوندز الصينية من متجر تاب تاب الصيني. لازم تحول لغة الجهاز انجلش حتى تقدر تشغل المتجر، ما يصير اذا عربي. فنبدي هنا السكواد، عندنا سكواد وفاير تيم والدو والسولو. السولو يعني مفرد تلعب بوحدك يعني، وعندك يعني جوائز ومهمات ايضا. هنا عندك الجوائز، حلو. فاللي وياك يعني كلهم صينيين، تقدر يعني تراسل صاحبك او تضيف لك اصدقاء بالقائمة الاصدقاء. فهي راح اخليها كده لكم. دوس بلاي ماتش. اوكي، واخيرا وصلنا البيت. شنو عندنا هنا؟ اوكي، كلها شوت جان. هنا عندك بنزين ماشيني، اوتوماتيك باك اب، يعني يقدر ياخذ تلقائي، ما حاجه يعني انت تدوس على السلاح وتاخذه، يعبي تلقائي، يركب لك السكوب تلقائي، كل شيء تلقائي. يعني هذا حلو باللعب. طبعا هنا عندك بطل عصير، ناخذ هذا الانفور، حلو، ويا سكوب همين تقدر تاخذه. عندنا خلينا نشوف بعض هنا الباندج، ايضا هم خذينا. اوكي، هذا الجرنيد، حلو حلو. يلا يلا خلينا ننطلق. حلو، طبعا كل شيء خذينا من هذا البيت. اعتقد هاي السيارة نقدر نسوقها، نقدر نسوي لها رايد ودرايف. اوكي حلو، اعتقد هاي السيارة يعني جبلية. خلينا نروح والله هناك يا جماعتنا دولي. طبعا عندك كم المحاكي والمايك همين، يعني تقدر تستخدمين تتكلم وياهم، بس يعني شنو الفائدة؟ هما تشاينا وانت عربك. طبعا راح تشوفون هواي باتل جراوند، باتل جراوند بالتوست، باتل جراوند بالفواكه، باتل جراوند مطعمه باوفر واتش، يعني باتل جراوند راح تطلب اي شيء، لوجو، كل شيء كل شيء، روست، كل الالعاب هاي. واكو العاب يعني قادمه ان شاء الله راح ننزلها على الاندرويد. فيب نشوف هذول جماعتنا وين راحوا. وهسه اشتغل الحماس. طبعا اكو واحد جاي يطق علينا النار بالخريطه. شوف شلون بالخريطه، اعتقد من هذا الاتجاه، ما ادري اذا واجهته وحدي، بس هذول جماعتنا كلهم جبانيه، كلهم لابدين قاتلين. اوكي، هذا واحد يمكن ورا السياره جاي يرمي على الصعبانه، فاعتقد تفيده جرنيد احسن. كان فجره والله. ايش مر نشوف جت بي بيك، وين يطلع؟ ماكو. ايه هذاك ذاك، اجي 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 اجي، ما يدري ما يدري بي، خرب شنو هاي. لا بدي سلاحك خرب منه. شوف شوف شلون شمر شمر تانس، صار خرب. شمرت فلاش، ما ادري اوكي وين راح، وين. هذا هذا ايش عندنا؟ اوكي
زي ما قتل صاحبنا. طبعا طقيت الفلاش يمكن راح بعيد لحد ما وصل يم صاحبنا، ما ادري اذا صدق او كذب. ولك يا ريت هو اللي هذا طلع قدامنا وخلانا مش هاي المسافه كلها، وقال يرجع هسه قال يرجع لي، مو انت ابو السياره. اوكي احنا بالريد زون او لا؟ لا مو بالريد زون، احنا زين ولا بالسيف زون؟ اعتقد قريب من السيف زون. اوكي صارت اشتباكات، صارت لخة، واحد يرمي من هناك واحد يرمي من هنا، ما افتهمنا شي. هذولي واحد يصفق بالثاني نطاي. اوكي احنا بالسيف زون تقريبا، طبعا راح يتحرك شوي. هاي السيارة ذبحتني، دائما ترجع علي شو اسوي لاق خرب. خلنا نشرب شوي، نسوينا بانديج، اعتقد العصير احسن يمكن. نشوف العصير، اي عصير يزود هواي والله، بس ما ادري هذا ياه رمى علينا يا اخي. بس اكو واحد منك بسيارة واكو واحد ورا جاي يرمي، هذاك هو بالي. شوف طرده، اخ خرب يوم. شوف ياهو ياهو، بس قلي ياهو ياهو ياهو، خرب يومهم على هاي العيشة، خرب يومهم، خرب يومهم. جماعة هذول وين راحوا؟ هذول اليابانيين الصينيين ما يقعدون راحة، خرب يومكم. أقضيها زحف، سلوا يا عرب ماكو ماكو. أموت يمكن، إي والله موت ماكو، ما لحي والله مع الأسف. اوكي طبعا وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يعجبكم الفيديو، لا تنسون لايك واشتراك، شكرا للمشاهدة.